ولكل ولهان للمنتخب اليمني ليبحث عن ابتسامة المنتخب اليمني أو ابتسامة أحد أفراد الشعب اليمني أن تكون حاضرة بالحصول على نقاط إيجابية في أحداث هذه المباراة. أي نعم ابتسامة اليمن السعيد لابد أن تكون سعيدة وحاضرة ورأسية، لكن رأسية أول الأهداف عن طريق اللاعب إحسان فندي يسجل الهدف الأول لمصلحة منتخب سنغافورة. منتخب سنغافورة يصل للهدف الأول في هذه الأثناء على الملعب الوطني في سنغافورة. بعد محاولات عديدة يصل المنتخب السنغافوري للهدف الأول ويسجل الهدف رقم 60 على مستوى مشواره في مرحلة التصفيات الآسيوية، والهدف رقم 76 على مستوى مشوار تصفياته الآسيوية في كأس العالم. 1-0 عن طريق اللاعب إحسان فندي يسجل أول الأهداف بعد لعبة عرضية وبعد كرة راسية يضعها بعيد، بعيدة تماما على حارس المرمى. سالم اللعبة العرضية للقائم الثاني، هذه خطيرة، عبد الواسع، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عاد اليماني، عاد اليمن السعيد مرة أخرى للسعادة بتصويبة عبد الواسع. عبد الواسع اليمني يسجل هدف أول للمنتخب اليمني. أي نعم اليمن السعيد يعود المباراة. شوف العرضية، شوف اللعبة، شوف الاستقبال، شوف التصويب، القنبلة القذيفة من أول الفرص، يحصل على واحدة من الثمرات المنتخب اليمني. هذا جول يماني، ولها أجمل وأحلى وأطيب الأماني من اللاعب عبد الواسع. وصفوان عفوا، عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليمني. ما فيها راية، ما فيها راية، ما فيها راية، هاي لجول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، جول ثاني، هدف ثاني لمصلحة المنتخب اليمني. الله، العالم كل العالم، أنظار العالم كل العالم ستكون في الدوحة، لكن هنا محاولة خطيرة، خطيرة، يا سلام، الله الله على حارس المرمى، ومن ثم المتابعة تأتي عن طريق اللاعب الخطير فارس راميل. نعم هذا شيء متوقع.